طيب الحكومة من وقت للتاني مستمرة بمفاجآت جميلة، ومستمرة كمان في قرارات اقتصادية صعبة على المواطن. المشكلة انها مش بتفاجئ المواطن بس بالقرارات دي، لا بتفاجئ البرلمان. المفروض انه هذا البرلمان الحالي يدرس هذه القرارات، او على الاقل يعرفها قبل صدورها. زيادة سعر تذكرة المترو كان آخر قرار للحكومة، وكان الخميس اللي فات واحنا اتكلمنا فيه، وكان معانا فيه وزير النقل على الهواء مباشرة عبر الهاتف، وكان قبله قرارات كتيرة جدا بنفس الطريقة اللي البرلمان برضو ما يعرفش عنها حاجة. زيه زي المواطن العادي، احنا مش بندافع على البرلمان، احنا بنقول ان الحكومة ما بتوديش للبرلمان الحاجات اللي هي لازم توديها له، لان هو ده المراقب عليها. عندنا رفع أسعار الوقود اكتشفناه على الهوا هنا، تعويم سعر الجنيه اكتشفناه بعد ما كانت الحكومة نفته مليون ألف مرة، زيادة سعر الدواء وحلوها في الآخر المشكلة ما بينهم وما بين النقابة وما بين الوزير، اتفاقية صندوق النقد الدولي. مش هتكلم كتير، أنا هسيبكم مع رأي المواطن، المواطن في الشارع. خلينا نشوف هذا التقرير في ورأيه المواطنين في كل هذا ما ذكرناه من مفاجآت، ونعود مرة أخرى. اختلفت العلاقة ما بين المواطن المصري وبرلمانه، خاصة بعدما وقع هذا المواطن في عدة عثرات، منها غلاء الأسعار وارتفاع سعر الأدوية وزيادة سعر تذكرة المترو وغيرها. في هذا التقرير نرصد لكم رأي الشارع المصري في البرلمان في كل ما سبق. سيء طبعا، ولا نعرف حاجة عنه، يعني ما شفناش حاجة عملها خالص غير انهم يطلعوا بالليل على الفضائيات، واخد بالك انت، وتلاقيهم لو جايبين خمسة مع بعض يفضلوا الخمسة يتكلموا، ما تعرفش هم بيقولوا ايه اصلا. شايف برلمان ومجلس شعب نهائي اللي انا شايفه بالاسعار دي اللي بتدور ما بيننا كلنا. عندي مثلا واحد محل اهو، الاسعار كلها مرتفعة الضعف، ببيع الحاجة بجيب بنفس السلعة بجيبها اغلى من الاول. مجلس الشعب حضرتك بيتخانق بقاله يومين في حاجه في القضاء، وسايب فتحه الشيطان اللي هي الغلا اللي احنا عايشين فيه، القوطه بكام والاكل بكام والشرب بكام، الحاجات دي كلها مجلس الشعب ملوش دعوه. كله سايب، كله بص ما تتوقع هتشتهي انفسك، ممكن الحاجه دي تبقى دلوقتي بنص جنيه، كمان ساعه تلاقيها ب 2 جنيه، ممكن اخد قطه دلوقتي، انا اخد قطه ب 135 جنيه، من نص ساعه كانت ب 150 جنيه، ما فيش ولا مجلس الشعب ولا في اي حاجه. والله ما فيش اي علاقه بين المواطن ومجلس الشعب، في زياده مفرطه في الاسعار. المريض طبعا متضرر كل التضرر، والصيادلة نفسهم متضررين ومش لاقيين حل للموضوع ده بصراحة. ارحمونا، حسوا باللي تحت. مغامرة كان الهدف منها الوصول إلى العلاقة بين المواطن والبرلمان، وربما تكون إجابات المواطن نفسه خير تجسيد لصورة هذه العلاقة. محمد أبو شنب، تين تي في. أنا بشكر زميلي العزيز محمد أبو شنب على هذا التقرير وعلى رصده لآراء المواطنين.